عامان وأكثر من الحرب والمعارك خلفت الكثير من القتلى والكثير من الهزائم للميليشيا. هكذا تبدو صورة مجملة في البيضاء منذ دخولها على خط المواجهات. أما في التفاصيل فلكل يوم ذاكرة خاصة من الأحداث، وفي جديد الأمس واليوم هجوم في رداع على نقطة أمنية خلف 3 قتلى من الميليشيا، ومواجهات عنيفة تدور في جبهة الحازمية التابعة لمديرية صومعة، والنتيجة 4 قتلى من ميليشيا الانقلاب. وعلى ذات النسق من الأحداث مضت يوميات البيضاء التي بدت وحيدة في معركتها، وبخلاف باقي الجبهات لم يصل إليها الدعم ولم ترى الإسناد. هذا الخذلان جعل من المقاومين هنا يلجؤون إلى طرق خاصة في المواجهات، فتم اعتماد أسلوب الكر والفر أحياناً ونصب الكمائن أحياناً أخرى، وهي أساليب أثبتت فاعليتها في المواجهات، حيث عجزت الميليشيا عن السيطرة على المحافظة برغم التعزيزات الكبيرة التي داومت على إرسالها دون أي مكاسب سوى مزيد من القتلى.